إن شاء الله. طيب دكتور، خلينا نقول في الأول كده، إيه سبب إن إحنا بنتخن في رمضان غير إن إحنا بناكل كتير؟ هل في عادات غذائية ممكن نكون بنعملها، أوقات غلط للأكل هي دي اللي بتتخننا؟ في مجموعة أسباب بتخلينا نزيد دايماً في الوزن في رمضان، من أهمها الخوف من الجوع. يعني ده سبب نفسي، إن بنبقى من بعد الفطار مباشرة بتبتدي مرحلة الأكل، بنخزن اللي هو اللي هو لا عشان هتجوع الصبح طبعا، تاني يوم أنا هقعد طول اليوم صايمة بقى. الحاجة التانية إن في عادات بقى سيئة، اللي هي المياه الغازية بتبقى على الفطار، تمام السكريات. أنا بنبه وعايز من خلال البرنامج إنه بلاش نشتري اللي هو التمر الهندي والسوبيا والحاجات اللي هي بتبقى في الشارع دي، عبارة عن سكر، يعني دي سكريات بسيطة، دي بتتحول لدهون على طول مباشرة. الكنافة والقطايف، يعني يكفي ان احنا ناخد اللي يكفينا، مش لازم ناخد كميات، ما نخزنش حلويات، ما نخزنش حلويات. فالتوقيتات مهمة جدا، والحفاظ على الحمية في أثناء رمضان مهم جدا.